السلام عليكم ورحمة الله. هنحل مع بعض ملف تقييم الأداء للصف الثاني ابتدائي إن شاء الله من اللغة العربية. أول سؤال بيقول لك صل كل كلمة بالمضاد. صل كل كلمة بالمضاد. أول واحدة أنا ذاهب إلى المدرسة. أنا ذاهب إلى المدرسة. ذاهب إلى ضدها عائد. عائد من. ذاهب إلى مضادها عائد من. اثنين يهمل الولد واجبه. يهمل الولد واجبه. مضاد كلمة يهمل يهتم. مضاد كلمة يهمل يهتم. يمسي الرجل سعيدا. يمسي مضادها كلمة يصبح. نشاط اثنين أكمل بحرف مناسب عن في إلى الباء. رقم واحد استعنت بالله. استعنت بالله. اثنين ذهب محمد نقط النادي إلى النادي. رقم ثلاثة ينام الإنسان في المساء. أربعة ابتعدت عن الشر. ابتعدت عن الشكل. نشاط رقم ثلاثة هنقرأ الجمل ونختار مما بين القوسين. أكلت الطعام. هنحط هنا حرف عطف مناسب. الواو ولا الفاء ولا الثم. شربت الماء. أكلت الطعام فشربت الماء. أكلت الطعام فشربت الماء. اثنين لأن إحنا عارفين إن أول واحدة قلنا الفاء بنستخدمها للترتيب والسرعة، يعني أكلت وشربت. اتنين تناولت في الغداء الخضروات. ثم ولا وا ولا في اللحم. تناولت في الغداء الخضروات واللحم، الاتنين كانوا مع بعض. ثلاثة لبست ملابسي ثم ذهبت إلى المدرسة. إحنا عارفين إن ثم بتفيد الترتيب ولكن في تراخي، في مدة زمنية حصلت ما بين اللبس وما بين الذهاب إلى المدرسة. نشاط أربعة اكتب اسم إشارة مناسب. واحد قلمان. قلمان. قلمان طبعا مثنى. طيب إيه اسم إشارة مثنى مذكر؟ اسم الإشارة اللي بيكون مع المثنى المذكر هذان. اثنين طفلتان. طفلتان. أخذنا أسماء الإشارة مع المثنى المؤنث هتكون هاتان. ثلاثة رجال. رجال كلمة جمع عاقل. هؤلاء. هؤلاء رجال. أربعة وردة. وردة هي مفرد مؤنث. فلا هذه. نشاط رقم خمسة أنا يوسف في الصف الثاني الابتدائي أعشق قراءة تاريخ وطني مصر ويرجع الفضل لوالدي فكان يحكي لي كل يوم عن عظمة مصر. يتحدث يوسف عن. بيتكلم يوسف هنا عن إيه؟ بيتكلم هنا عن عن فضل والده عليه وكمان بيتكلم عن قراءة تاريخ وطن مصر. بيتكلم عن قراءة تاريخ مصر وكمان بيتكلم عن فضل والده عليه. طيب سؤال رقم اثنين أعشق مصر لأنها وطني العظيم. اختر الصواب مما بين القوسين. جمع كلمة يوم أيام. جمع كلمة يوم أيام.
احنا كده انتهينا خلاص. بالتوفيق ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.